اللي خلاني اشتغل فيها وهالمشروع هذا اشتغل فيه فترة مكوسنا بالبيت، واجا الحظر هذا بسبب مرض كورونا، ضلينا بالبيت يعني. فكرنا بشي شغلة هيك نستفيد منها، نعبي هالوقت هذا باعتبار نحن بالقرية يعني. فاجا على بالي هالعنفة، هاي هالعنفة كمان شلون جت على بالي اشتغل فيها؟ لانه الكهرباء صراحة عندنا الكهرباء اغلب الاوقات مقطوعة يعني. يعني مرينا بفترة، الفترة اللي كنت اشتغل فيها يعني بالنهار كانت تجينا فقط ساعة. الاشياء اللي تستخدم بصنع هالعنفة هاي، في كثير شغلات منها كانت بالبيت، يعني هالحديد ما حديد كذا كان في بالبيت، المراوح تبعها كان في عندي خزانة مي نص متر، قصيتها وعملتها أجنحة لهالعنفة هاي. البقية البكرات والقشاطات يعني جبتها من عند رفقاتي، في ناس ساعدوني، والقسم الثاني جبتها من القامشة. عن طريق المي تحرك، عن طريق المي تعطي الدولاب الرئيسي. فكرة شلون نصل للسرعة؟ الدولاب الكبير يعطي الصغير، الصغير يعطي الكبير، الكبير يعطي الصغير، لبين آخر شيء نحصل على الدورة المناسبة. طالما هالنهر هذا يضل شغال، المي يجري، العنفة تشتغل، يعني مي تقول بلاش يعني نستفيد منها، وهم جمالية يعني لها.